ليله بحرينيه رائعه عاشها ابناء المملكه ومعهم اشقاؤهم المصريون في القاهره في الاحتفال بالاعياد الوطنيه ليله حب وتقدير من ابناء المملكه المخلصين وسط مشاعر البهجه والسعاده من الجميع مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تستمر الاحتفالات بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين وبذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المفدى حفظه الله ورعاه في مصر بليلة بحرينية ومشاركة مصرية نظمها أبناء المملكة المخلصون ممثلين في مجلس الدكتور محمد الحسني وأبناء البحرين واستحفاوة من الجميع وتميزت بالحضور الكثيف من أبناء البحرين وأسرهم رجالا وسيدات وصغارا في اليوم الأجمل في حياة كل بحريني 16 ديسمبر نهن جلالة الملك حمد حفظه الله ونحفظ ونهن سمو ولي العهد حفظه الله وبالتالي نهن الشعب البحريني أجمعين في هذه المناسبة القالية على قلوبنا جميعا في هذا نسعد جميعا نحن كبحرينيين أن نشارك في هذا الاحتفال وفي هذه البهجة وما أروع ما أروع هذه هذه الفرحة القالية علينا ونحن نحتفل لنبث الفرح بين الناس وهذا وهذا هو هدفنا. شارك الفن البحريني والمصري في هذه الليله الجميله بالاحتفال بالاعياد الوطنيه لنقل الموروث البحريني والحضاره العريقه خارج البحرين وبالحب الذي تستحقه المملكه بفنانين بحرينيين وعرب اطفوا البهجه والروح الطيبه في الاحتفاليه وسط سعاده البحرينيين وباعلام المملكه التي غطت بالوانها الزاهيه ورموزها الشامخه قاعه الاحتفال بايادي ابنائها والمحبين من مصر نهنئ المملكه حاكما وحكاما وشعبا طيبا للغايه جلاله الملك وكل ابناء المملكه فاعدهم الوطني كل عام انتم بخير سعدنا بمشاركتكم ونهتم دائما بدوله تتطور دون ان تتطاول وتكبر دون ان تتكبر وتحقق قفزات وثبات بثقل وثبات مملكه البحرين اهلا بكم اليوم فرحتنا فرحة كبيرة على قلوبنا وقلوب كل بحريني بمناسبة العيد الوطني. وإن شاء الله يا ربي يعود علينا كل سنة وإحنا في أمن وأمان وفي تطور وعمران. الليلة البحرينية في الاحتفال بالأعياد الوطنية امتزجت بالحب والمسابقات والتكريمات والجوائز. الطلبة البحرينيين يتشرفون بمشاركتهم اليوم في الحفل الوطني بتنظيم مجلس الحسيني ومجموعة من الرعاة كانت مشاركة فعالة قدمنا بعض المسابقات وبعض الفقرات الطلابية والحمد لله كان حفل ناجح دائما احنا نحب ننشر السلام في كل مكان وملكنا الله يحفظه ويخليه يا رب ويسلمه من محبي السلام ونشر السلام في جميع أنحاء العالم احتفالية بعيدة عن الرسميات والبروتوكولات تؤكد أن البحرين في القلب دائما داخلها وخارجها وسيظل علمها مرفوعا وشامخا تتواصل الاحتفالات هنا في مصر بالأعياد الوطنية وبذكرى تولي مقاليد الحكم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه وذلك من أبناء مملكة البحرين وبمشاركة مصرية تؤكد ان مصر ومملكه البحرين يد واحده وقلب واحد كل عام ومملكه البحرين بكل خير وسلام شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكه البحرين القاهره